عن سعادتي بتواجد بينكم لافتتاح الدورة 47 لملتقى السنوي ممثلي الديوان الوطني للسياحة بالخارج. كما لا يفوتني التنبيه بما يبذله السيدات والسادة ممثلي الديوان للخارج معاونين من جهود في سبيل الترويج للوجهة التونسية والتعريف بها. أيها السادة والسيدات، لا شك أن لقاؤنا اليوم يتزامن مع استعادة القطاع السياحي لعمليته بعد الصعوبات التي مر بها لأسباب التي تعلمونها جميعا. فقد بلغ عدد السياح المتوافدين على بلادنا إلى حدود نهاية السنة المقضية أكثر من 8 مليون سائح. وهذا التعافي يدفعنا لبذل مزيد من الجهد في إطار تشارك إدارة ومهنة قصد تطعيم هذه الانتعاشة. هدفنا أن يبلغ عدد السياح الوافدين على الوجهة التونسية 9 مليون سائح خلال هذه السنة إن شاء الله. وقد كنت تعهدت إمام تعييني على رأس الوزارة ببلوغ هذا الهدف، وكل إيمان من أن لتونس اليوم مقومات ضرورية لبلوغ المنشور من عناصر جد وإطار إداري كافي ومهنيين صادقين. وما يحطني من أمل في الوصول إلى هذا الرقم هو يقين الثابت من أن هذا غير عزيز على أفراد العائلة الموسعة للسياحة، بل بإمكانها إذا ما تضافرت الجهود وصدقت العزائم تحقيق أفضل من ذلك. غير أنه من نافذة القول أن النوايا الصادقة وحدها لا تكفي لتحقيق المطلوب، فعلينا أيضا كسب جبلة من الإعانات وتوفير مهدات النجاح من خلال تركيز العمل على مزيد تحسين جودة المنتوج والخدمات. دفع الاستثمار السياحي قصد تعزيز طاقة استيعاب مؤسسات لإيواء السياحي، تدعيم الربط الجوي والرفع من عدد الرحلات والمقاعد المعروضة بما يستجيب لتطلعات متحركة الرحلات، تنويع المنتوج. ولا يفوتني في هذا المجال التأكيد على أن قطاع الصناعات التقليدية عنصر أساس في منظومتنا السياحية ومكون من مكونات الشخصية التونسية، وعنصر جذب سياحي أهم يتعين استغلاله على الوجه الأفضل من خلال تدعيم حضوره بالسرنات والمعارض السياحة بالخارج. وبهذه المناسبة أدعوكم بأن تولوا هذا القطاع المكانة التي استحقها في برامج عملكم، وأن تكونوا سفراء دائمين لمزيد التعريف بها دوليا. أيها الأخوة والأخوات، يظل دور ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج محوريا في كسب التحديات المستقبلية للقطاع عبر التحرك في كل الاتجاهات والخراط الكلي والمسؤول في تنفيذ برامج وتدخلات السياحة التونسية وفق منهجية عمل مدروسة ناجحة توظف فيها إمكانيات التوظيف الأمثل. كما أنه مطروح عليكم ونحن في عالم متحرك حسن الاستشعار ما قد يطرأ من تغييرات في الأسواق التي تستغلون عليها، سوى فيما يتصل بمتطلبات الحرفاء وحاجياتهم أو أذواقهم وتطلعاتهم. هذا من المتعين أيضا مضاعفة المجهودات نحو مزيد البحث عن الشركاء وتوفير فرص أفضل يتم من خلالها تأمين ربط علاقات متينة بين متعاقدي الرحلات ووكالات الأسفار الوطنية. مقاربة للنجاح وتدعيم حضورنا في أسواقنا التقليدية وفتح أسواق جديدة تمر حتما عبر حسن إبراز موروثنا الثقافي والحضاري وما تتميز به كل جهات تونس من ثراء طبيعي، وأيضا عبر تسويق الأمثل لإمارة السياحة البديلة وما تتوفر عليه بلادنا من تنوع من مجال السياحة والثقافة والسياحة السفرية، وبما يتميز به أيضا من تفرد في مجال السياحة الصحراوية. هذا طبعا إلى جانب مزيد الاستغلال على التعريف بإمكاناتنا في مجال السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات والسياحة الموجهة لكبار السن وذوي الحاجيات الخصوصية، وكذلك العمل على إبراز ما تتميز به بلادنا
من خصوصية في مجال فن الطبخ وما تقدم مطاعمنا السياحية من أطباق ومأكولات. أيها السادة والسيدات، أود في ختام كلمة التأكيد على وجود الحرص على التفاعل الدائم مع منظمتنا المهنية وكل المقترحات الجدية حتى تتوحد كافة الجهود لبلوغ ما نصب إليه. ولن أنسى التشديد على أهمية دور وسائل الإعلام والإخوة الصحفيين في معارض مجهود الإدارة وتوجيه الشكر لهم، فجهود الإعلام لا يقل دورهم أهمية عن باقي شركائنا، وثقتنا عالية في وطنيتهم ومساندتهم لنا. ولكن أن التوصيات التي ستطبق عن أشغال هذا الملتقى ستكون محل اهتمام ومتابعة، وسيتم الأخذ بها لمزيد تطوير أداء الإدارة نحو التأمين ما يجب من إجراءات لكسب رهانات ورفع التحديات. تحديات بكم نرفعها إن شاء الله، والتمنيات لكم التوفيق في أشغالنا. والسلام.